ما هي وجهة نظرك حول الاقتصاد البرازيلي، خاصة أو أنه حاليا في المركز التاسع على مستوى العالم متجاوزا دول مثل كندا وروسيا؟ الاقتصاد البرازيلي فهو اقتصاد متنوع في العديد من القطاعات، خاصة من ناحية تصدير المواد الغذائية والزراعية. أيضا يوجد لدينا الكثير من الخدمات والكثير من السهولات التي تتيح لنا القيام بتصدير الكثير من الموارد. يوجد لدينا الكثير من الزراعة والمحصولات التي نقوم بزراعتها ومن ثم أن نقوم بتصديرها. كل هذه العوامل وكل هذه النواحي تعطي قيمة وتعطي وتمنح لدولة البرازيل اقتصاد متنوع في الكثير من المجالات والكثير من النواحي، وما زلنا نتطور ونحتاج إلى التطور لنقوم بتصدير الكثير والكثير من المواد الغذائية والزراعية.